بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الفيديو عن الفيرولوجي. جالي بقى كلام كتير قوي على الفيسبوك بتاعي ان كنتوا عاوزين الفيرولوجي. هو الفيرولوجي طبعا علم جميل وبالنسبه لكم صعبوه سهل جدا. فانا هبتدي هشرح لكم الفيرولوجي النهارده ان شاء الله. هنتكلم على الفيروس. ما هو الفيروس؟ الفيروس عباره عن جزئين، مفيش تالت له، جزء داخلي وجزء خارجي. الجزء الداخلي اسمه الكور او الجي نوم، يبقى ده الجزء الداخلي الكور او الجي نوم. واللي بره ده اللي بيحيط بالكور وبيحافظ عليه اسمه الكابسيد، مش كبسول، الكابسيد. يبقى اذا دلوقتي الفيروس مكون من جزئين، كور اللي هو بنسميه جينوم، وكابسد اللي هو الكفر بتاع هذا الكور عشان يحفظه. الكابسد بقى حوالين الكور بيونتس كده، هذه اليونتس اسمها الكابسومير، كابسومير، كابسومير. الكور مكون من RNA. بصوا اللي جايه دي بقى، او شفتوا او دي نازله لغايه فين؟ اوعى حد يغلط، او دي ان ايه وليس الاثنين معا، يعني مش الاثنين مع بعض، يا RNA يا دي ان ايه. فدي الكلاسيفيكيشن بتاع الفيروس. اعمل لي كلاسيفيكيشن بتاع الفيروس، ادي اول نوع من الكلاسيفيكيشن، RNA فيروس ودي ان ايه فيروس. شفتوا ازاي؟ طيب اللي جوه ده اوعوا تفتكروا كروموزوم، الفيروس ملوش كروموزوم. امال ده اسمه ايه؟ ده اسمه ستراند. فالفيروس ممكن يبقى سنجل ستراند وممكن يبقى دبل ستراند، يبقى دي تقسيمه ثانيه. او ممكن اقسم الار ان ايه فيروس الى سنجل ستراند يعني ضفيرة واحدة، أو دبل ستراند يعني ضفيرتين، وحذاري ده مش كروموزوم. يبقى إذا الفيروس ار ان ايه أو دي ان ايه، وعلى هذا الأساس الفيروس لا ينقسم ولا يتكاثر. أمال إيه؟ يتزايد. يعني إيه يتزايد؟ يعني ريبليكيت. عارفين الكتاب بتاع الميكروبيولوجي اللي في إيد أي حد فيكم في أي جامعة؟ الكتاب ده نسخة واحدة دخلت المطبعة عملت زي لا تكاثر ولا انقسم ولكنه ريبليكيت. المكنة بتاعت الطباعة عملت زي واحد واثنين وثلاثة والف والفين. خلاص؟ طيب جميل. الجينوم ده هو اللي بيسبب الانفكشن اوف فيروس. يبقى هو الانفكتيف ايجنت. هو اللي بيسبب اي مرض الفيروس يعمله. وعليه فان عشان هو يحدث المرض لازم الكبسد يتكسر. اقول لكم المثل اللي انا بقوله طول عمري. ايه هو المثل ده؟ انا قاعد على البيتش على البلاج والموجه بتجري ورا الموجه عاوزه تطولها، ما بتطولهاش طبعا، وراح طالع لي ازازه كده مقفوله وفيها عفريت. اهو ده تركيب الفيروس. الازازه هو الكبسد والعفريت هو الجينوم. العفريت ده يقدر يجي جنبك ابدا. ليه؟ لان الازازه مغلقه. افتح بقى كده الازازه، شيل الفله، شيل الغطا اللي على الازازه، ويروح طالع يقول لك شبيك لبيك، انا عبدك بين ايديك، او يخسف بيك الارض بقى على حسب نوع هذا العفريت. يبقى لا يمكن الفيروس يعمل انفكشن الا اذا الكابسد اتفك، يوم يخرج بقى العفريت. طيب حلو قوي. انا عاوز اعمل كلاسيفيكيشن للفيروس دلوقتي. اول كلاسيفيكيشن RNA سنجل ستراند او دبل ستراند، DNA سنجل ستراند او دبل ستراند. وقلنا ستراند يعني ضفيره، ما هياش كروموزوم، ده هي ضفيره عليها جينز، تمام، لكن ما هواش كروموزوم، والا كان انقسم بقى وشغلانه ثانيه. حلو قوي. يبقى ده أول تقسيم. تاني تقسيمة according to the species، يعني في فيروس بيصيب
البني ادم، يبقى اسمه هيومن فايروس. في فيروس بيصيب الحيوانات يبقى اسمه انيمال فايروس. في فيروس بيصيب البلانتس يبقى ده اسمه بلانت فيروس. في فيروس بيصيب البكتيريا ذات نفسها، البكتيريا اللي احنا درسناها الفيروس ده بيصيبها يبقى اسمه بكتيريال فيروس، او اللي انا سميته في المحاضرات بتاعتي بكتيريوفاج. معايا؟ يبقى ده تاني تقسيمه او تالت تقسيمه. اول حاجه ار ان اي دي ان اي سنجل ستراند دبل ستراند سوى ار ان اي، سنجل ستراند دبل ستراند سوى ار ان اي. وبعدين بيصيب ايه؟ حيوان انيمال فايروس، بيصيب البني ادم هيومن فايروس، بيصيب البلانت بلانت فايروس، بيصيب البكتيريا بكتيريو فاج. عظيم. الفيروس ده هو، الفيروس ده هو الكبسه بتاعه، او ساعات يبقى ليه انفلوب، انفلوب غطاء، ظرف، ظرف نسميه انفلوب، يعني ظرف، ظرف الجواب اللي انت بتبعته اسمه انفلوب. يبقى ده فيه انفلوبد فيروس ونون انفلوبد فيروس. عشان هتكلم بعد كده بقى على فيروس فيروس، اقول ده دبل ستراندد ار ان اي انفلوب نون انفلوب. تمام؟ يبقى ده انفلوب ونون انفلوب. الفيروس اللي ليه انفلوب، الانفلوب ده هو destroyed by ether for example، الحاجات اللي بتدوب الدهون ether. تمام؟ يبقى ده الفيروس ده يبقى ether sensitive، يعني لو دلقت عليه ether الفيروس باظ لان الانفلوب خلاص. طيب اللي ملوش انفلوب ether resistant. خلي بالكم ان الفيروس ده حطه على ترابيزه السفرة يفضل على ترابيزه السفرة الى ما لا نهايه. تدعان خامون جاله حصبه، الدكتور حواس بتاع الاثار خد من الجلد بتاعه واداه لبتوع الفيرولوجي زرعوه طلع فيروس الحصبه. يعني تخيلوا بقى انه عايش الاف السنين، لا هو حي ولا هو ميت، ده ايجنت حاجه كده غريبه يعني. تمام؟ طيب جميل. نيجي بقى نشوف كلاسيفيكيشن تاني according to the cell tropism. يعني ايه cell tropism؟ يعني هو بيحب اي نوع من الخلايا. في في فيروس بيحب النيرف سيستم يبقى ده اسمه نيورو فيروس، يعني يصيب الايه النيورو او نيورو تروبيك فيروس. تروبيك يعني بيحب، يبقى نيورو تروبيك فيروس. زي ايه؟ زي الريبز السعار عضة الكلب، زي شلل الاطفال البوليو، دول نيورو تروبيك. في فيروس تاني اسمه ديرموتروبيك. يعني ايه ديرموتروبيك؟ يعني بيأثر على السكين. زي ايه؟ زي الهربس، زي انواع كتير من الفيروس تأثر على السكين، الميزلز المامز كده اهو. طيب في فيروس ثالث قالوا ايه؟ هيباتوتروبيك، بيأثر على خلايا الكبد زي كل انواع الهيباتيتس A وبي وسي ودي وإي وإف وهكذا، ده هيباتوتروبيك. في بقى فيروس اسمه بان تروبيك. لو رحتوا امريكا في طياره اسمها بان امريكا. يعني ايه بان امريكا؟ يعني الطياره اللي بتروح كل حته في امريكا كله، بان يعني حول امريكا كلها. يبقى دي بتؤثر على نيورو، ممكن على ديرمو، على هيباتو، يعني بتأثر على حتت كتيرة. عرفتوا الكلاسيفيكيشن اوف فيروس؟ سهلة. طيب الفيروس ده ليه أشكال بقى، والأشكال دي بقى ما تهمكوش قوي يعني، لما نيجي لكل فيروس هنقول الفيروس ده شكله كذا وده شكله كذا وده شكله كذا. طيب نعمل إيه بقى؟ نشوف دلوقتي تأثير الفيروس على الخلايا. قال طب مش المعرف الاول هاو ذا فيروس ريبليكيت، ازاي بيتزايد؟ احنا قلنا كانوت ديفايد كانوت ملتبلاي، لا ينقسم ولا يتكاثر ولكنه ريبليكيت. ازاي بقى الفيروس ريبليكيت؟ ازاي يتكاثر؟
انا قلت لكم الفيروس اهو كور وكود، الكود اسمه كابسل. ايه فايده الكابسل؟ فايده الكابسل حاجات كتيره قوي، حمايه الكور، ثانيا عليه ريسبتورز، انواع من الريسبتورز كتيره جدا جدا جدا، تمام، بروتينات وجلايكوبروتين وانواع كتيره قوي لا داعي للكلام فيها حاليا الا لما نيجي نتكلم على فيروس زي الانفلونزا نقول عليه ريسبتورز، زي الفيروس بتاع الاتش اي في اللي هو الايدز عليه ريسبتورز. الريسبتورز دي هي اللي بتروح تلزق على الحبيب الغالي، على المزه اللي هي الخليه اللي عاوزاها. احنا قلنا في نيوروتروبيك هتلزق في النيرف سيستم، قلنا هيباتوتروبيك هتلزق في الكيد في في الليفر، قلنا بانتروبيك بتلزق في اي كده اهو، وهكذا. طب ايه اللي بيحصل؟ عشان الكتاب يطبع عاوز مطبعه. طب المطبعه بتاعت الفيروس مين؟ اي خليه حيه. خليه حيه بقى ليها نيوكليس وليها رايبوزومز وليها كذا كروموزومز، دي مفيش كروموزوم ده ستراندات ده فاير. دي هي دي المطبعه. طيب ايه اللي يحصل بقى في المطبعه دي؟ يروح الفيروس جاي لازق عليها. يلزق عليها بريسبتورز اللي هي موجوده على الكبسه. أول ما يلزق عليها الفيروس، أنتوا واخدين بالكم فين الفيروس؟ أهو أهو، ده الكور وده الكود، كويس. أول ما الفيروس يجي يلزق كده تروح خلية عاملة كالآتي، واخداها كده في حضنها أهي، شايفين؟ أدي الفيروس أهو، ده الكور بتاعه، وأدي الخلية وأدي النيوكليوس. خلي بالكم الخليه ليها نيوكليس، خليه حيه ليها نيوكليس، هي دي المطبعه. لو خليه ما لهاش نيوكليس مش هتعمل حاجه، زي مين؟ زي الار بي سيز. يبقى الفيروس كان جرو اون اني نيوكليتد سيل بس نوت اون ار بي سيز بيكوز ات از نون نيوكليتد. اول ما يخش كده الفيروس يبقى دي اول خطوه، لزق. لزق يعني اتاتشمنت او ادزوربد، وبعدين يخش هنا اهو، وبعدين يروح داخل جوه. عارفين عمليه الفاجوسيتوزس؟ هي كده تقريبا اهو اهو. يبقى دي بنسميها عمليه البينيتريشن. بينيتريشن يعني ان هو دخل جوه، باي فاجوسيتوزس باي اندوسيتوزس، المهم ان هو دخل جوه المطبعه. طب وبعدين؟ العفريت لسه جوه الازازه، لازم الازازه دي تتكسر، والخليه هبله تفتكر ده اكل، تروح جايه واكله الايه؟ واكله الكبسه بتاعته، يبقى العفريت طلع. العمليه ان هو الكبسه اتقطع دي اسمها ان كوتينج، يبقى ده نمره ثلاثه. واحد اتاتشن، اثنين بنتريشن، ثالث حاجه ان كوتينج. الحقيقه بتحصل حاجه بعد الان كوتينج دي، الكور بيختفي خالص، بيحصل له اكليبس. اكليبس يعني خسوف، خسوف الشمس، خسوف القمر، خسوف الشمس. يبقى يختفي، يبقى ده نمره اربعه. يبقى الخسوف ده عباره عن ايه؟ ان مفيش اني فايرال بارتيكل كان بي ديتكتد انسايد ذا انفكتد سيل. وبعدين تلاقوا الخليه دي بدل ما بتعمل النورمال ميتابوليزم تروح تبتدي تطلع نيوكليك اسيد بتاع الفيروس. اذا كان ار ان ايه تطلع ار ان ايه، اذا كان دي ان ايه تطلع دي ان ايه. يلا ازاي بيحصل كده؟ ما هو الفيروس اول ما بيخش جوه الخليه ات ويل تيكس اوفر ذا سيل. يعني ايه؟ يعني بيسيطر سيطره تامه على الخليه او على المصنع او على المطبعه. افرض ان ده مصنع، هي اصلا بتطلع طيارات، يقوم الفيروس يخش لها يقول لها لا طلعي غسالات، هو حر بقى، هو سيطر عليها خلاص. بدل ما تعملي النورمال ميتابوليزم اعملي الار ان ايه بتاعي اذا كان هو ار ان ايه، اعملي الدي ان ايه بتاعي اذا كان هو دي ان ايه. مفهوم؟ طيب عشان يعني الحاجه اللي تبقى اللي بشرحها وما تنسوهاش ابدا، هو ال 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 النيوكليس بيطلع ايه؟ ماسنجر ار ان اي، صح؟ نيوكليس بتاع الخليه ماسنجر ار ان اي، يروح للرايبوزوم، الرايبوزوم يترجمه.
الماسنجر دي عامله زي الرسائل اللي بعتوها ايام الحرب، زي التلغراف. 70 اشارات. انا افهم الاشاره دي معناها ايه؟ معناها مبروك نجاحكم. يقوم الفيروس بدل ما يعمل كده يروح مخلي كده، تقوم الخلايا ايه تترجمها نشاطركم الاحزاب، لخبط الدنيا خالص، غير الميتابوليزم تماما. يبقى هذه الخطوه تسمى نيوكليك اسيد سينثيسيس، يعني تكوين نيوكليك اسيد. طب وبعدين؟ ما هو لازم يتعمل له كور، يروح بعمل له كور اهو اهو. يبقى ده بقى فيروس جديد ولا لا؟ ده خلاص فيروس جديد. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمبلي. اسمبلي يعني تجميع، تجمع زي شركه مرسيدس تجيب لنا مواتير وعدد وبتاع، واحنا احنا مجمعينها وعاملين عربيه، فده اسمه اسمبلي. مصر بتعمل اسمبلي للعربيات المرسيدس. يبقى اذا دلوقتي خسوف، ثم نيوكليك اسيد سينثيسيس، ثم اسمبلي. وبعد ما يحصل الاسمبلي خلايا تفرقع من جنابها بقى، اتمالت فيروس يروح خارج الفيروس ده اهو يهاجم خلايا اخرى، او ما تفرقعش وتعمل زي بادنج زي البطاطس كده، ويخش هو جواها باك ويروح طالع منها، وتفضل هي زي ما هي زي الايدز. الايدز الخليه هي هي اللي هي تي هيلبر، عماله باك 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 طلع فيروس ازاي؟ بادنج وبعدين ريليز. يبقى ده اسمه ايه؟ فيرال ريليز، يا اما ريليز باي بادنج يا اما ريليز باي رابشر اوف ذا سيل. وبالتالي الفيروس بعد هذه العمليه واحد يطلع 1 مليون مثلا، 2 مليون فيروس في الخليه. تمام؟ احنا عرفنا دلوقتي الفيروس ريبليكيت، ريبليكيت ازاي؟ على خليه حيه لها نيوكليس. تمام؟ طب عاوزين نعرف بقى الخلايا الحيه دي نجيبها من فين؟ قالوا اه في كذا مصدر للخلايا الحيه. يبقى ده الكالتيفيشن، ازرعه ازاي يعني؟ يعني ازاي اخليه ريبليكيت؟ اجيب له خلايا حيه من فين؟ قالوا اول حاجه كنا نستخدمها لابوراتوري انيمالز، حيوانات معمليه زي الهامستر. هامستر اللي هو الجربوع اللي هو ايدين قصيره ورجلين كبيره، زي الجينا بيج الارنب الهندي، زي الرابت، زي المونكي. كل دي حيوانات ممكن نزرع عليها الفيروس ونشوف تاثيره على هذه الحيوانات. تمام؟ تاثير الفيروس، تاثير الفيروس عشان اعرف ان هو ريبليكيت بنسميها سي بي اي. يعني ايه سي بي اي؟ سي يعني سايتو، يبقى الخليه اللي زرعت عليها. بي يعني باثيك، يعني الباثولوجي اللي حصل في الخليه. اي افكت، يبقى التاثير الباثولوجي على الخليه الحيه اللي انا حطيت عليها الفيروس، والفيروس ده ريبليكيت. نوت ريبليكيت يبقى في سي بي اي خالص، نو سي بي اي. طيب يبقى ده اول حاجه اللابوراتوري انيمال. تاني حاجه ايه؟ تاني حاجة شيك امبريو، الكتكوت جوه البيضة، جوه البيضة. ادي الكتكوت اهو جوه البيضة، والكتكوت ده طالع بستوك، وهنا في الايد يوك. اوعوا بقى التخريف بتاعكم تقولوا ان الكتكوت بيطلع فين؟ في صفار البيض. ابدا، ده بيتغذى على الصفار، على الايج يوك. لما هو بيطلع في البياض يا اخواني، هو بيتغذى على الصفار. يبقى ده الغذاء بتاعه الصفار يجيله عشان ينمو. حوالين الامبريو في ممبرين، امبريولوجي بقى اناتومي يعني، ده اسمه الامنيون. يبقى ده الامبريو وده الايج يوك وده وده الامنيون. حوالين ده كله في ممبرين، الممبرين ده اسمه ايه؟ اسمه الكوريو الانتويك ممبرين. يبقى اذا البيضه عباره عن كتكوت ماسك فيه حبل سري اسمه ستوك،
هذا الحبل ماسك في الايج يوك عشان يتغذى بيها. حوالين الامبريو في امنيون، وبعدين حوالين ده كله في كوريو الانتويك ممبرين، وبعدين اهي البيضه، اهي ادي قشره البيضه اهي الايج شيل. خلاص يبقى ده الامبريو. طبعا انا اعمل ايه؟ بجيب البيضه واجيب في النور واجيب صندوق خشب في فتحه قد البيضه بالظبط، فيها لمبه، احط البيضه اشوف الكتكوت، يبقى دي هتنفعني في زراعه الفيروس. خلاص، وده بتاع البيض بيعمل كده، يجيب البيض ويشوفه عشان يشوف البيض الممشش يبيعه. خلاص كده. طيب اعمل هنا ايه بقى؟ اجيب جريل، يعني شنيور، نقول شنيور صغير قوي زي اللي انتوا بتعملوه عشان بالنسبه لدكاتره الاسنان بيعملوه عشان يفتحوا الروت كانال يخرجوا حاجه مردوده قوي، يروح خارج من هنا وبعدين يخرم في عكسها هنا وبعدين يروح داخل بحقنه وفيها الحاجه اللي هو عاوز يزرعها، يروح داخلها تروح داخله هنا في الامر. وبعد ده كله اروح شايل الحقنه، حقنته خلاص مش كده؟ اشيل الحقنه واروح جايب شمعه منوره ونقط نقطه شمعه هنا ونقطه شمعه هنا عشان تتقفل. طبعا في ناس بيقول لك انت خرمت من هنا ودخلت بالحقنه خلاص وحقنت، اشمعنى هنا؟ انت بتزود الانترا ايج بريشر، انترا بيضه بريشر، فانت مش البيضه ليها بريشر معين، فهتدوس من هنا هتنفس من هنا شويه وروح قافلين الاثنين يبقى البريشر جوه ثابت. وبعدين ادخلها في انكيوبيتور في درجه 37 مثلا، وكل يوم ابص على الامبريو، اول ما الاقيه ما بيتحركش يعني مات اروح فاتح واشوف السي بي اي. دلوقتي بقى استعضنا عن الكلام ده كله، لا في بيض ولا في لابوراتوري انيمالز، بس احنا ساعات بقى نضطر، يعني الانفلونزا بحضرها في البيض دلوقتي، اجيب ايه؟ اعمل حاجه اسمها تيشو كالتشر. يعني ايه تيشو كالتشر؟ يعني زراعه خلايا حيه. اجيب خلايا حيه، واحد بيشيل الكدني، اخد الكدني واقطعها حتت صغيره خالص واحط لها شويه تريبسن عشان يهضم ما بين الخلايا، تقوم تطلع الخلايا بتاعتها. يبقى انا عندي خلايا كده، اروح حاططها في انبوبه مايله كده اهو، فيها نيوتريشن فلويد ببي اتش معينه، تقوم الخلايا الحيه ليها القدره على انها تروح لازقه على الازاز. يبقى دي ايه؟ خلايا ذات نسيج واحد، يبقى ده اسمه مونو سيل كالتشر. مونو سيل كالتشر يعني خلايا وحيده عامله لازقه في ازازه. طب ما لزقها في طبق؟ قال ما فيش مال، هتلزق في الطبق والخلايا الميته مش هتلزق، فانا اغير الميديا احط ميديا جديده يبقى الخلايا الميته كلها هتموت. يبقى ادي التيشو كالتشر. اروح انا زارع الفيروس اللي عاوز اشوفه ده صحي ولا لا واتعرف عليه، يا هنا يا هنا، وكل يوم اشوف البي اتش بتاع الخليه دي حصل فيها سي بي اي ولا لا. اول ما اشوف ان السي بي اي حصل ابص عليه واقدر اعرف الفيروس حصل له ايه؟ ريبليكيشن ولا لا. يبقى دي طرق زراعه الفيروس، ازرعه على ايه؟ على لابوراتوري انيمالز زي الهامستر، زي الجنابيك، زي الرابت، زي المونكي. وبعدين ممكن ازرعه على ايج يوك. ازرعه فين في الايج يوك؟ اوعى حد يفتكر الامبريو بس، الامبريو طبعا بنزرع فيه، انما ممكن نزرع على الامنيوم، ممكن نزرع على الكوريو الانتويك، يعني ممكن نزرع على اي ممبرين لان كله خلايا في ال في اسمه ايه ده؟ في الايج امبريو. كل ده بقى ايه؟ قلنا لا لا لا، احنا ممكن بقى نعمل خلايا حيه. نجيب مونكي كيدني. مونكي كيدني دي بنسميها خلايا معينه محضره من القرود. بنسميها فيرو سيل لاين.
غيره نوع من الخلايا بتاعت القرود، خلايا معينة اسمها فيرو سيلز، ناخد منه ونحضر. ممكن ناخد من اليوم من واحدة بتولد هي عاوزة ايه غير ابنها، انا اخد الامنيون ازرع عليه، واحد الكلى بتاعته بايظه اخد الكلى واشتغل عليها طالما الخلايا حيه، واحده شالت الثايرويد بتاعتها اخد الثايرويد اعمل لها تيشو كالشر مونو لاير، لازم يكون مونو لاير سيل كالشر يعني وحيد الخلايا عشان اعرف ازرع عليه، احطها في نيوترينت فلويد وبعدين احطها في انكوبيتور وكل يوم اشقر عليها، لو لقيت البي اتش اتغيرت بحط طبعا بي اتش انديكيتور، البي اتش اتغيرت يبقى الايه الفيروس ده حصل له ريبليكيشن. طب اعرف ان الفيروس حصل له ريبليكيشن ولا لا ازاي؟ قلنا بالسي بي اي سايتوباثيك افكت. ايه هو سايتوباثيك افكت؟ اول حاجه خلايا يحصل فيها دي جينيريشن، محدش بقى يقول لي دي جينيريشن يعني ايه بقى بتفقع مرارتي بقى، ده جنرال باثولوجي دي جينيريشن، او الخلايا تموت يبقى نكروزس نكروزس، او الخلايا تتنفخ تبقى بالونينج تبقى زي البالونه او نسميها ميجاليك، ميجاليك يعني تكبر، خدته في الفسيولوجي سايتو ميجاليك، سايتو ميجاليك اللي هو بعد 21 سنه تلاقي برضه الاعضاء بتنمو يبقى بقى ايديه كده والفك بتاعه كبير والكلام ده كله، وفي حتى في فيروس اسمه سايتو ميجالو فيروس، الفيروس اللي بيكبر الخلايا هو ده بالونينج. ممكن ايه كمان؟ ممكن يتكون جوه الخليه انكلوجن باديز. يعني ايه انكلوجن باديز؟ انكلوجن باديز دي ادي الخليه اللي كان بينمو عليها الفيروس، مش بينمو عليها بيتكاثر عليها الفيروس، ساعه ما يتكاثر يتكون جوه لارج باديز، لارج اسمها انكلوجن بودي مش جرانيولور، لا جرانيولز دي حاجه ثانيه، انكلوجن جرانيولز دي في الدفتيريا اسمها انكلوجن بوديز. ايه الانكلوجن بوديز دي؟ دي عباره كلام كتير عباره عن انجوريوس اكشن اوف ذا فيروس على الخليه، الخليه اتاذت بالفيروس بتكوين نقط زي كده، واحد خد له بوكس ومعينه تزرق هو دي حاجه زي كده، او دي فيرال كوليكشن شويه فيروس لازقوا في بعض تمام؟ يعني كلام كتير. الانكلوجن بوديز دي تتكون فين؟ يا اما سيتوبلازميك يا اما نيوكليار، يعني انترا نيوكليار او انترا سيتوبلازم، وبتبقى يوجوالي زي ما رسمتها حمراء كده اسيدو فيليك يعني لونها احمر، هيماتوكسيلين ايوسين اللي خدتوه في الباثولوجي هو ده بيدي لون احمر مع اللي الاسيدوفيليك جرانيولز، يبقى في النيوكليس او في السيتوبلازم. الانكلوجن بوديز اللي بتكون في النيوكليس زي حالات شلل الاطفال البوليو او زي حالات الهربس اللي هي البثور اللي بتطلع في البق في الميوكو كوتينيوس جانكشنز. فين الميوكو كوتينيوس؟ جلده معاه ميوكس ممبرين في النوز في الار في الليبس في الجينيتال تراكت اي حاجه سكين ثم ميوكس ممبرين. في السيتوبلازم، في السيتوبلازم زي حاجه اسمها نجري بوديز. وامتى الواحد بيجري؟ لما يشوف كلبه مسعور يبقى في الريبس، يبقى نجريز بوديز دي تبقى موجوده انترا سيتوبلازميك انكلوجن بوديز ها في السيتوبلازم. ده امتى؟ لما كلب يعضني تبتدي تتكون هذه الانكلوجن بوديز في البرين، بس ما بتتكونش الانترا نيوكليار وانترا سيتوبلازميك، قالوا لا ممكن في الاثنين يعني انترا نيوكليار وانترا سيتوبلازميك. دي زي ايه؟ زي الحصبه الميزلز، ميزلز يعني الحصبه، يكون انكلوجن بوديز انترا نيوكليار وانترا سيتوبلازميك. دي الحاجات السريعة ها اللي هي في الانكلوجن بوديز. دي رابع حاجة، ده كل ده سي بي. طب خامس حاجة ترانسفورميشن. يعني ايه ترانسفورميشن؟ انا زارع خلية حلوة بناين زي الفل، بناين يعني حميدة يعني خلية نورمال، ابص لقيت اتحولت الى كانسر، يعني يبقى الفيروس ده اونكوجينيك ممكن يعمل كانسر.
تمام؟ واحنا قلنا في الايمونولوجي ما حدش هيعمل كانسر الا اذا كانت الايميونيتي ووتيت او في برو اونكوجين والفيروس ده حوله الى اونكوجين. المهم انه يحصل ترانسفورميشن. طب وايه كمان؟ في حاجات كتير قوي، انا بقول لكم الحاجات المهمه. ايه كمان؟ فيروس انترفيرنس. يعني ايه فيروس انترفيرنس؟ خدوا الكلمه دي بقى واحفظوها صم. عندما تصاب خليه بفيروس يصبح عند الخلايا المجاوره لها مناعه مؤقته ضد هذا الفيروس وضد اي فيروس اخر. ده روايه دي ولا ايه؟ قصه. لما الفيروس ده يخش جوه خليه، يعني لزق ودخل، والسيستم اللي انا قلته ده بقى ادي الخليه والفيروس دخل، يقوم الخلايا اللي حوالين الخليه دي يصبح عندها مناعه مؤقته ضد مين؟ ضد علي فيروس وضد ابراهيم واسماعيل وضد فيروسات الدنيا كلها. يبقى ده اسمه تداخل الفيروسات، فيروس انترفيرنس. تمام؟ ايه اللي حصل؟ لما الفيروس ده دخل جوه الخليه وحصل له اتاتشمنت ثم بنتريشن ثم انكوتنج، وهتبتدي الخليه دي خلاص بقى انتهت هذه الخليه. تقوم ترقع بالصوت تقول لهم خلي بالكو انا اتصبت بفيروس يا ناس يا اللي حواليا. تبعت لهم رساله، الرساله دي اسمها رساله الانترفيرون. يوم يقولوا لها الفيروس ده مين؟ طن تموت. فيلم عربي. ما تقولهمش مين. فيبقى الخلايا المجاوره عندها فوبيا من اي فيروس في الدنيا، ما يقدرش يخشها تاني. ما يقدرش يخشها يعني ايه؟ يعني ما قالتلوش هي مين. فالانترفيرون دول ينبهها دلوقتي الفيروس اتكون ضد الخليه والخليه فرقعت من جنبها وخرج الفيروس ده عاوز يسيب الخلايا المجاوره. لا ليه؟ لان انا عندي انترفيرون اداني اشاره انك انت موتت الخليه بتاعتنا الحلوه الاموره اللي في الوسط دي وهي نبهتنا. يبقى ده اسمه فيروس انترفيرنس. يبقى اي خليه في جسمك هيخش فيها فيروس الخليه دي هتطلع انترفيرون. الانترفيرون ده هيمنع الخلايا المجاوره منها تصاب بنفس الفيروس او بعض الفيروسات الاخرى. تمام كده؟ سهله؟ وبعدين الفيروس هيك بقى ما مش عارف يخش جوه الخلايا تبتدي تتكون الانتي بوديز. تروح تعمل نيوتراليزيشن توقف بقى الاكشن بتاع الفيروس. وانس انها قضت على الفيروس الانتي بوديز الانترفيرون يقول سلام معظم يمشي. يبقى عشان كده قلت ايه؟ مؤقته ضد هذا الفيروس وضد اي فيروسات اخرى. طيب انا على فكره بقى ما رضيتش ابتدي بالجنرال كاركترز اوف فيروس عشان اشرح الكلام ده كله تقوم بالنسبه لكم بعد كده هتبقى سهل. ايه جنرال كاركتر اوف فيروس؟ يعني الفيروس بيختلف عن البكتيريا في ايه؟ عن الفنجس في ايه؟ اول حاجه انه فيري فيري سمول ان سايز. يعني بتقاس ايه؟ احنا قلنا البكتيريا بتقاس بالمايكرو، والمايكرو واحد على الالف من المليمتر. لا الفيروس بقى بيتقاس بالملي مايكرو، يعني واحد على المليون او على 10,000 حسب تكبير الميكروسكوب، يبقى واحد على المليون من المايكرو. يعني شوفوا بقى حاجه غير مرئيه خالص، وبالتالي لازم يتشاف بالالكترون مايكروسكوب. يبقى الفيروس ما بيتشافش بالاوردينري مايكروسكوب بتاع البكتيريا. هو في فيروس واحد بيتشاف اللي هو السمول بوكس او الجدري، وده الوحيد اللي ممكن تشاف بالاويل اميرشن، انما جميع الفيروسات عشان اشوفها لازم الكترون مايكروسكوب. طيب في ايه كمان؟
طبعا انتوا اساتذتي بقى، الفيروس ده يا ار ان اي او دي ان اي وليس الاثنين معا. الفيروس ده فيه ستراند بكتيريا فيها كروموزوم مختلفة تماما. الفيروس لا ينمو على بروث اجار، بلاد اجار، ماكونكي، لوفلرز، لوفنشتايد اللي احنا خدناه والميديا دي كلها في البكتيريا. لا، امال عاوز ينمو على ايه؟ ليفينج سيل. طيب لما تزرع بكتيريا يدي كولوني او توربيديتي اذا كان فلويد ميديا، كولوني مستعمرات نقط نقط نقط، امال ده يدي ايه؟ يدي سي بي اي سايتوباثيك افكت. تمام. طيب البكتيريا عشان احوشها من الميه في حاجه اسمها بكتيريا الفلتر. الفلاتر دي يعني ما تفوتش اللي هي البكتيريا الفلتر ده ما يستخدمش في الفيروس، يبقى نوت فلتر باي باك اني بكتيريا الفلتر لان هو صغير جدا. تامن حاجه، تامن حاجه لازم نبقى عارفينها، ان الفيروس از نوت سنسيتيف تو اني انتي مايكروبيال دراجز. يعني يعني لا يمكن البكتيريا، لا يمكن الفيروس يتعالج باي انتي بايوتيك، لا بنسلينز ولا اوجمنتنز ولا سيجما مايسن ولا سيفالوسبورينز ولا كلورامفينيكول ولا سيبروفلوكساسين، كل ده مالوش تاثير خالص على الفيروس. هتيجي تقولوا ايه؟ هتيجي تقولوا طب ما الواحد لما يجي له انفلونزا ويسخن مش عارف ايه ويروح للدكتور او يجي لي هقول له خد انتي بايوتيك. لا، طب ما الفيروس الانفلونزا دي فيروس، ازاي الانتي بايوتيك بيخففنا؟ لان مش هي دي اللي بتسخن، المشكله ان في بكتيريا موجوده في الابر ريسبيراتوري تراكت، هي دي اتاك دي ريسبيراتوري تراكت وترفع لي حرارتي وممكن تعمل لي نيمونيا وبرونكايتس وتايتس ميديا وحاجات كتيره قوي اللي هي مضاعفات الانفلونزا، كومبليكيشنز اوف انفلونزا، هي دي اللي بديها الانتي بايوتيك. انما الفيروس كانوت بي تريتد باي انتي مايكروبيال دراجز. امال انت بيتعالج بايه؟ انا ممكن اقولها دلوقتي بس انتوا يعني هتتضايقوا من الترتيبه بتاعتها والاسامي. كل ما اجي بقى اقول مرض سببه فيروس هقول لكم بيتعالج بكذا او ما بيتعالجش. وطبعا انتوا فاكرين في البكتيريا قلنا الدراج بيشتغل على البكتيريا سيل وول ثم سيتوبلازم ميمبرين ثم نيوكليار بودي ثم الرايبوزوم ثم النيو، يعني كل حته وليها اكشن. الفيروس بيجي يعمل ايه؟ اتاتشمنت في الريبليكيشن بتاعه، اول خطوه انه يلزق، امنع امنع الايه الاتاتشمنت دي، يبقى انا وقفت الفيرال ريبليكيشن، يبقى انا عالجت الفيروس. ولما يخش جوه اوقف الافكت بتاعته على الريبوزومز، على الماسنجر ار ان اي، تقوم الريبوزومز ما يتبلغش غلط، وهكذا. ده هيتقال في اخر كل مره. طيب هاو تو دايجنوز دايجنوزس اوف فيروس انفكشن. طبعا انتوا عارفين ان عشان انا اشخص اي حاجه لازم ان انا اشوف الميكروب، يبقى ده دايركت، او ادور على الاميون ريسبونس ضد الميكروب ده، يبقى ده اسمه ان دايركت. يبقى الدايجنوز بتاع الفيروس يا دايركت يا ان دايركت. دايركت ان انا اشوفه، اشوفه بالايه؟ بالالكترون مايكروسكوب، يا ستيند يا نون ستيند. بس لما بيكون ستيند واجي اشوف الحجم بتاعه ليه اكبر من الاصل. طيب يبقى ده الكترون مايكروسكوب اشوف، او اعمل اختبارات اشوف الجينوم بتاعه مكون من سيكونسز شكلها ايه، يبقى ده اسمه البوليميريز تشين رياكشن بي سي ار. وفي انواع من البي سي ار يعني المفروض ان كنتوا هتاخدوها في الجنرال، انواع كتيره من البي سي ار. تمام. يبقى اذا دايركت اشوف الالكترو مايكروسكوب، ان دايركت اجيب فيروس معين واعرف السيكونس بتاعته ايه
واحطها على جل واسبخها، وبعدين اجيب الفيروس اللي انا مش عارفه او شاكك فيه واروح اعمل له السيكونس بتاعته واشوف هو مطابق ولا غير مطابق. طب الاندايركت يعني ايه؟ يعني ادور على الانتي بوديز، الانتي بوديز ضد الفيروس، ادور عليها ايه؟ اولا الانتي بودي بتاعت الفيروس اسمها نيوترالايزنج انتي بودي، نيوترالايزنج انتي بوديز. والنيوترالايزنج انتي بوديز دي زي الاميونوجلوبينز العاديه اي جي جي واي جي ام، الاي جي ام ريسنت انفكشن والاي جي جي بريفيوس او اولد انفكشن. يبقى ده الاندايركت، ده نعمل ادور على النيوترالايزنج انتي بودي، دي انتي بودي which can neutralize the action of the virus on the susceptible cell. حلوه الجمله دي؟ طيب ادور على النيوترالايزنج انتي بودي او الانتي بودي ضد الفيروس بايه؟ قالوا بحاجه اسمها إلايزا، انزيم لينكد اميونو زوربنت اسي، انزيم لينكد اميونو زوربنت اسي او راديو اميونو اسي او اميونو فلوريسنت اسي. يبقى عندي ثلاث انواع من الاختبارات اقدر اعرف انا عندي انتي بودي ضد الفيروس ده ولا لا، ضد مثلا انفلونزا فيروس، ضد مثلا ميزلز، ضد مثلا مامز. اعرفها ازاي؟ يا بالاليزا يا بالراديو اميونو اسي يا بالاميونو فلوريسنس. وده كله هيتاخد في العملي، بس انا هديكوا حصه عملي للمقرر بتاع الميكروبيولوجي كله. طب في اختبارات ثانيه ندور بيها على الانتي بودي؟ طبعا الكومبلمنت فيكسيشن تيست، ولو انه دلوقتي الكومبلمنت فيكسيشن تيست ده ابتدى ما يبقاش كويس، يعني صعب وما هوش ريلايبل. يبقى دي الدياجنوزيس اوف فيروس. طب لو ما عرفتش انا اشوف الفيروس، طب ما ازرعه واشوف السي بي اي، يبقى دي حاجات ثالثه اشوف فيها، يعني ازرع واشوف السي بي اي. مثلا البوليومالايتس لما ازرعه يعمل دي جنريشن للخلايا، السيتوميجالو يكبر الخلايا بالونينج، تمام؟ يبقى اذا كل فيروس وليه السي بي اي بتاعته واقدر اعرفه بالسي بي اي بتاعه. ادي الدياجنوزيس اوف فيروس. يبقى كده انا شبه غطيت او غطيت بنسبه 90% من الجنرال فيرولوجي. اتكلمنا على الاستراكشر بتاع الفيروس، على الجينوم والحاجات دي، اتكلمنا على الكالتيفيشن، اتكلمنا على الايفكت اوف ذا فيروس اون ذا كالتيفيتد ماتيريال اللي هي الليفنج سيلز، قلنا زي الفيروس ريبليكيت، وبعدين قلنا ايه الكاركتر بتاع الفيروسز، وبعدين قلنا ازاي نشخص الفيروس.